الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة خاصة جدا جدا من كان 2019. ساعات قليلة جدا وتنطلق أولى مباريات منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية 2019، واللي بتقام على الملاعب والأراضي المصرية في حضور الجماهير الغفيرة المصرية، اللي بكل تأكيد إن شاء الله هيكون ليهم دور قوي جدا بإذن الله في حصد المنتخب لهذا اللقب الغالي جدا. 4 ساعات بالضبط وتبقى أول مباراة لمنتخب مصر أمام زيمبابوي، استعدادات كلها قائمة على أكمل وجه، سواء فيما يخص الناحية التنظيمية، فيما يخص استاد القاهرة بالتحديد اللي هيستضيف حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية، وكمان فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني المصري واللي بيستعد بكل قوة جدا لهذه المباراة، وخصوصا أن أنت لازم أول مباراة ليك تكون بتلعب بمنتهى القوة وتكون بداية كمان مميزة بالنسبة لك في بطولة مهمة جدا، والشعب المصري كله خلاص سقف طموحه وصل للنهائي، ومش بس النهائي، ان انت تاخد اللقب بإذن الله. فبالتالي ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني المصري في حصد هذا اللقب. ده الهدف الأساسي، هو في مباراة أولى مهمة جدا جدا لمنتخب مصر ان شاء الله أمام زيمبابوي، يكون أداء ونتيجة كويسين جدا عشان تدي دفعة قوية للأمام ورسالة أقوى لكل المشاركين في البطولة وكل المنافسين على هذا اللقب، إن المنتخب المصري جاهز ويعني جاهز بمنتهى القوة ومنتهى الإصرار في حصد هذا اللقب، ومش هيتخلى خالص عن حلمه وحلم المصريين إن شاء الله بإذن الله خلال هذا الموسم وخلال هذا اللقب بالتحديد. النهاردة هيكون معنا أخبار كتير جدا، سواء فيما يتعلق بالصحف المصرية النهاردة وأخبار كلها تتعلق بالكان وبطولة الأمم الأفريقية، وكمان هيكون معنا أخبار من المواقع كمان فيما يخص أيضا بطولة الأمم الأفريقية. لكن في البداية عايزين نتكلم على المظهر الحضاري والمظهر الرائع جدا جدا اللي احنا بنشوفه وبنتابعه كلنا من خلال شاشات التلفزيون وكمان من خلال الصور في المواقع ومن خلال السوشيال ميديا، وادي الصور زي ما حضراتكم شايفين كده بتفكرنا ببطولة الأمم 2006، وكان مظهر أكثر من رائع ومظهر أكثر من حضاري، وده اللي احنا شايفينه في الصور مع حضراتكم دلوقتي. الناس كلها في اتجاهها لاستاد القاهرة الدولي قبل المباراة بساعات قليلة، صغير كبير، سيدات ورجال وعائلات كمان، وده مظهر كان رائع جدا كنا بنشوفه في 2006 وشفناه كمان في 2009 في كاس العالم للشباب، وبنشوفه دلوقتي والحمد لله ان احنا اخيرا بعد فتره وسنوات كتيره جدا جدا ما كناش بنشوف المظهر الجيد ده، اخيرا عادت العائلات للمدرجات، اخيرا بنشوف امور كانت وحشانة جدا، تجمع جماهيري اكثر من رائع. شايفين زي ما حضراتكم في الصوره كده، شايفين الصغار كلهم بيروحوا الاستاد، كله لابس رقم 10 عشان صلاح طبعا نجمنا المصري الكبير، وان شاء الله يقود المنتخب في حصد هذا اللقب. شوف كمان الشباب كله رايح استاد القاهره، فبالتالي مؤازرة مهمة جدا من الشعب المصري ككل، مؤازرة مهمة جدا من كل المنتمين سواء للأهلي أو للزمالك أو لأي نادي آخر. أنت بتشجع أوكي وانتمي براحتك مش مشكلة، لكن انتمائك الأساسي لبلدك ولوطنك، فبالتالي لازم تكون بتساند المنتخب بمنتهى القوة. إن شاء الله كمان الجمهور اللي هيكون متواجد النهاردة يكون ليه دور كبير جدا وفعال مع المنتخب، ان هو يساهم مع المنتخب في بدايه تكون كويسه وفي نتيجه كمان تكون رائعه بالنسبه لمنتخب مصر ولاعبي منتخب مصر والجهاز الفني كمان. فان شاء الله يعني مؤشرات جيده جدا ومبشره جدا، وادي النظام اكثر من رائع. واحنا في الحقيقه عايزين يعني نشكر كل المسؤولين على التنظيم في الحقيقه، سواء بدايه من الدوله المصريه، اللجنه المنظمه لبطولة الأمم الأفريقية، اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، وكل الناس اللي ساهمت في طبعا تنظيم بطولة الأمم الأفريقية، وخصوصا إن التنظيم جه في حوالي 4-5 شهور بس. أنت من 4-5 شهور عرفت إن أنت هتنظم بطولة الأمم الأفريقية بعد ما كان الكاميرون هي اللي هتنظم البطولة، وكان من 2 سنين معروف الكلام ده، لكن طبقا للظروف اللي كانت في الكاميرون وعدم جاهزيتهم لاستضافة البطولة فتم إسناد الملف لمصر. مصر طلعت عند حسن الظن في من قبل طبعا كل المسؤولين في الاتحاد الافريقي، من قبل كل الناس اللي اكيد بتتوقع دايما المنتخب المصري بينظم اي محفل دولي واي بطوله بشكل عام بشكل كويس جدا، وده اللي احنا متعودين عليه دايما من جمهوريه مصر العربيه. فبالتالي ان شاء الله هنشوف بطوله اكثر من رائعه. البدايه النهارده مهمه قوي، حفل الافتتاح مهم قوي ان هو يظهر بشكل كويس، وهيظهر باذن الله بشكل كويس جدا. كمان المباراه، شكل الاستاد، أرضية الملعب، هنشوف حاجات ممتازة،
ما شفناهاش قبل كده، ولا في 2006 ولا في 2009 ولا شفناها قبل كده خالص في مصر. التنظيم بالتحديد داخل استاد القاهره اكثر من رائع، صحابي كتير جدا هناك راحوا وتواصلت معاهم، ومنتهى السعاده والانبساط في السهوله واليسر اللي بيدخلوا بيها استاد القاهره الدولي، عكس زمان قبل كده كان في صعوبات كتير وطوف كتير وزحمه وكلام من ده. لكن واضح ان اللجنه المنظمه لبطوله الامم الافريقيه مركزين كل التركيز على اخراج بطوله الامم الافريقيه بمظهر جيد جدا، وتسهيل كل العقبات على الجماهير بشكل عام، مش الجماهير المصريه بس، لان انت عندك جماهير افريقيه كتير جدا من كل المنتخبات. النهارده عندك جمهور منتخب زيمبابوي اكيد هيكون متواجد، فبالتالي كل العقبات كمان بتزال من امامه عشان يدخل بسهوله ويسر ويكون كل الامور ماشيه بشكل كويس، وده اللي احنا متوقعينه دايما من التنظيم المصري لاي محفل دولي بشكل عام. فاكيد نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر، نتمنى كل التوفيق للجهاز الفني للمنتخب، وهم اكيد خلاص خلال اللحظات اللي انا بتكلم مع حضراتكم فيها بيستعدوا استعدادات الاخيره لهذه المباراه. اكيد في محاضره مهمه جدا في الوقت اللي انا بتكلم مع حضراتكم فيه، التشكيل يعني خلاص شبه اعلن او شبه هيعلن خلال لحظات، وبتحديد قبل المباراه بساعتين تقريبا هنعرف في تشكيل منتخب مصر. لكن زي ما انتم متوقعين، لكن النقطة الوحيدة أو التشكيل والمركز الوحيد اللي ممكن لسه في كلام عليه هو مركز المساك، مين هيجاور أحمد حجازي، هل هو باهر محمدي ولا محمود علاء؟ مؤشرات بتقول باهر محمدي ومؤشرات أخرى بتقول محمود علاء، لكن في الآخر هنعرف مين هو اللي هيجاور أحمد حجازي في تشكيل منتخب مصر. الحارس محمد الشناوي خلاص بشكل شبه رسمي، وأنا بكلم حضراتكم في هذه اللحظات. أيا كان مين هو اللي هيلعب، ايا كان ال11 لاعب اللي هيكونوا متواجدين، ان شاء الله احنا كلنا في ظهرهم، كلنا بنساندهم، كلنا في الفتره دي بنشجع بس منتخب مصر، عشان الهدف الاساسي والاسمى اللي احنا مستنيينه كلنا بالفوز ببطوله الامم الافريقيه للمره رقم 8 باذن الله يتحقق، ومش هيتحقق غير بمسانده كل